عالية بالرأس، تحضير ممتاز والمتابعة موجودة ويخطئ وتعود. كرة خطيرة، كرة خطيرة الآن، ممكن من الأخطاء، ممكن من الأخطاء، من الأخطاء. بشار رسن، بشار رسن يفتتح التسجيل، ولا كانت هناك أي إشارة إلى أن الفريق سيسجل. استغل خطأ في ترويض الكرة من لاعب أندونيسيا، وصلت في بشار، حضرها، سددها بالقدم اليمين ودخلت على الجانب الأيمن للحارس لتعلن تقدم منتخبنا بالهدف الأول في الدقيقة 20 وليس في الدقيقة 19. هدف كان في الدقيقة 20 لمصلحة منتخبنا اللي عانى في التسجيل عن طريق الجميل، عن طريق الجميل بشار رسن. ينثر الفرح هنا في مدرجات ملعب البصرة وفي كل أنحاء العراق. أنتم اليوم ليس منتخب العراق، بل إن كل العراق الآن يتشكل فيكم وعانى عليكم من أجل انتصار كبير، انتصار كبير. هذه أندونيسيا، ترى هذه أندونيسيا، وبإمكاننا أن نفوز فوز كبير جدا وأن نسجل أكثر من هدف، وهذا هو الهدف الأول بانتظار هدف ثاني وثالث ورابع إن شاء الله هنا في هذا الملعب وأمام منافس يعني وقف بقوة لعشرين دقيقة. لكن خطأ واحد كان كفيل جدا، وكرة القدم كرة أخطاء ولعبة أخطاء، ممكن من خطأ ويستغل. نشاهد الآن الإعادة، لم نشاهد إعادة الهدف يعني.